السلام عليكم ميت مدي السماء، مرحبا بكم ذي القناة تيفي نادور. تشكاري خيني واتسخو ضفار القناة ينوكن وحفظ صدر ربي العالمين، وتشكاري الإخواني جان داخل وخارج أرض الوطن. الإخوان كما العادة إني وضن غي جنبو الاشتراك، تاني تاد الفرصة باش تكملي الاشتراك وتفعيل الجرس. قا ضروري خصك مي غتكمل الاشتراك وتطومبو الجرس بو كي ضروري الجرس النمروات تقيم قواني يعني وضن تكود البول جديدين، وخصك تقم باش مي غتكر فيديوهات جديد اكن تكودني ان شاء الله. اخيرا فتح مليليا غواني رمضان، يعني غواني رمضان ان شاء الله اتعزم مليليا السبت ما مش نزرع دي الفارو مليليا وقان غواني رمضان، يعني نهار واحد دي شهر 5 ان شاء الله اتعزم، يعني نتعزم الحدود الباريه سبته ومليليا، ولكن اعظم مني غثك يعني اعظم يعني تقازم تدريجيا تعزم شوي شوي. اذا يمكن مزوان تصف غنشان القانون ادق نشان القانون الجديد، يمكن مزواقع وغيزان ودغي فرندام الزواقع نسمى مش توالي ودغي فرندام الزوا يعني توغي دين عالقي، يعني ني توغي نور ديني نهار وميث بلع مليليا السبت. قال لي حد الان قادي نعذي مغربيين دي مليليا السبت وتغواقين بولوجو وتغو يعني بس نيو انما قيم العدي مليليا توغا غاس الغارض هذا كحن غا المغرب وتغاس البول غارض هذا غا اسبانيا ني غاش مش نغني، وانما الغارض نسن هو غا كحن غا المغرب باش تزعن في مليان نسن تزعن حباب نسن، لان غطاس غطاس نيت مثلا نهار فقديتن والسيماني سكان شيء موت شيء دا سقومي ذبل على المعبر المليليا نيغت سبتة، يعني نفقد الطاس الإخوان صراحة يعني غبل العيد قا ضيع الطاس النوذان، ولكن إن شاء الله قد قواد الحياة الطبيعية قد قواد تعزمي إن شاء الله ما مش نزرع الصحافة المليليا قان غواني رمضان، يعني غواني رمضان وحتى قانش الحالة الطوارئ أتكمر نهان 30، يعني الحالة الطوارئ بنت هذا المغرب هتكمل نهار 30 قوم سمين زي الشغل حتى يتعلق زي منايا، يعني حتى الحالات الطوارئ يتعلق زي فتح المعبر المليلية ان شاء الله اكو كمل الحالات الطوارئ اكشها رمضان هذيك المره ان شاء الله، يعني غواني العيد مزيان انزال حباب النغ فاميليا النغ وتغوان زري عامين الشنوات النزري تو غادي نغبن ندلع ليس نغبر نزش الزيتون ليس نغبر نوغرات في حرات نتهندش فازات الزيتون، مهم جميع من يتعلق عندنا هذا المغرب صراحة تغوحشة سحاب مليلية، ولكن إن شاء الله قريبا نتفهم ذا انتغاث نديت النظار يعني غطح مغال موركب غطح مغال ولد ميمون غطح مغال بحام بويفا غال بحام بوقنا، ولكن إن شاء الله قريبا قوي يقيم والو ما مش نزرع الصحافة الإسبانية قال غيقيم أسبوعين، يعني اثنين سيمانة إن شاء الله أتعزم المعبر المليلية قوي جيبون شي دومي قرقة تعزم باش ونس قابو قامو حمدي سخريق خانق أما نش قاقو مين زريق بأن الفارو دي مليلية قرانق قتعزم المعبر المليلية غواني شهر رمضان، يعني اكل عيد مزيان تعزم ان شاء الله مباشره اكل عيد مزيان، انا حد نقل حباب النغ انا حد نقل جيران النغ قد شني غو نشبع هذا قيتها في مدينه ديال المعبر المليليه ايتها في مدينه ان شاء الله ايتها في مدينه تكرت السنه اللايف لان صراحه عامين قني غو عامين قريتو قموموها عامين قريتو قموموها باش هذه قيم عامين بنادم ذيني ذي مليلية يعني غدا تذا المغرب ويودي في مليلية يعني غوايدي في مليلية قصح شو التصريف ما، ولكن إن شاء الله الحمد لله ما مش نتولى يعني كل شيء يتعقب على الحياة الطبيعية، إذا إن شاء الله النجا غواني رمضان أتعز مليلية السبت. إخواتي قريب إن شاء الله بقى أسبوعين جوج سيمانات إن شاء الله، يعني مول 30 أبريل يعني نهار الواحد في الشهر نهار الواحد في الشهر 5 يعني فاتح ماي ان شاء الله غتكون اول يعني اول فتح الحدود بين مليليا والناظور بعد اغلاق هذه سنتين، يعني بعد اغلاق المعبر يعني ان شاء الله راه غترجع الحياه الطبيعيه كما كنا، غترجع التجاره اللي كانت مع المغرب واسبانيا الا غادي ترجع كما عرفنا بزاف ديال الناس وبزاف ديال الصحفيين كيقولوا راه غادي ترجع السلعه ديال العشور.
وحنايا بغينا ترجع السلعة كما كانت، وبغينا نحيو داك التجارة اللي كنا كنديروها مع المغرب وإسبانيا. وإن شاء الله راه قريب كما عرفنا، كما كتقول هاد الصحافة ديال ميليليا كتقول النهار، يعني النهار فاتح ماي، غتكون فاتح المعبر محلول إن شاء الله، وتلك الأيام نداولها للناس. يعني إن شاء الله راه قريب الإخوان، قريب 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 ان شاء الله. بقات سيمانتين، جوج سيمانه ان شاء الله، يعني اسبوعين نشوفوا الاحباب ديالنا ونشوفوا الجيران ديالنا. تقريبا هادي عامين راه بزاف ديال السكان مليليا والله العامل توحشوا الحريره ديال المغرب، وتوحشوا الببوج، وتوحشوا البطيخ، وتوحشوا البحر ديال بويافار. المهم توحشوا جميع المسائل اللي كتعلق هنايا في المغرب. وحنايا كنتمنوا ان شاء الله يفتحوا لنا في شهر 5 ان شاء الله، اما اللي ما يفتحوش نهار واحد في 5، اما يعني ما بين 5 و1، يعني ما بين فاتح ماي ما بين 5 ماي ان شاء الله غادي تكون محلوله. خوتي خواتاتي الناس اللي كيشاهدوا هذا الفيديو الله يحفظكم، ما تبخلوش علينا بالي لايك والبارطاج باش يعني نبقاو في هذه القناه المتواضعه. كما قلت لكم الاخوان، حنا غادي نتلاقاو في المعبر ديال المليليه، نتلاقاو ان شاء الله في المعبر ديال بلينصار ومليليه باش نشوفوا الاحباب ديالنا ونشوفوا الجيران ديالنا. خوتي خواتاتي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.